هذه الشيلة مهداه من عبد الكريم عبد العزيز الصران إلى والده الملازم عبد العزيز كريم الصران. والله الرسي ما هو بحاجة وصايا للجزيل من الشعر بدو بسام، كيف أعذر بعد ما رسيت رايا عمني عمي كبيرنا لسام. مختصر عن البداية والنهاية الدخيرة جاهزة والرمي حام. يا قصيد ما دخرتك للمنابر والجراي داخل والقصيد الجزل سلل يلعب الهز بهدي. انت يا عبد العزيز الطيب راسك طيب سايل راسي بصيت مثل طويق في شبه الجزيل. في سماك نجوم مجدبنا قدايم والجدايز التافين اكبت الضباط واكملت المسيل. الف مبروك التخرج خنة حروف القصايد منها لا لا اعلى بخير ومنها لا لا اعلى بخير. سيرتك عطرة بجود تبغى شهاي يكفي اسلوب وسعد للعز والعليا دخيل. سيرتك عطرة بجود وطيب ما تبغى شهاي يكفي اسلوب وسعد للعز والعليا دخيل. دون صيته والمعالي لا يكل ولا يحايد رجل واحد بير بيقى فيه عادل عشيرة. مجلسه عزمهم والأرضي بالعزم بايد الكرام اللي لهم بين العرب بالغسين. وبني عمك كبار الفعل ما بين البداير لك حزام بنتلي في كل وقت وكل ديرة. مختصر في سيرة الصران وعنا قسم زايد الكفوف الحاتمية والمراهيف الشطيرة. يا قصيد ما دخرتك للمنابر والجراي داخلك للموقف الغصة بروس الشهيد. والقصيد الجزل سلل يلعب الهز بهدي. انت يا عبد العزيز الطيب راسك طيب سايل راسي بصيت مثل طويق في شبه الجزيل. في سماك نجوم مجدبنا قدايم والجدايز التافين اكبت الضباط واكملت المسيل. الف مبروك التخرج خنة حروف القصايد منها لا لا اعلى بخير ومنها لا لا اعلى بخير. سيرتك عطرة بجود تبغى شهاي يكفي اسلوب وسعد للعز والعليا دخيل. سيرتك عطرة بجود وطيب ما تبغى شهاي يكفي اسلوب وسعد للعز والعليا دخيل. دون صيته والمعالي لا يكل ولا يحايد رجل واحد بير بيقى فيه عادل عشيرة. مجلسه عزمهم والأرضي بالعزم بايد الكرام اللي لهم بين العرب بالغسين. وبني عمك كبار الفعل ما بين البداير لك حزام بنتلي في كل وقت وكل ديرة. مختصر في سيرة الصران وعنا قسم زايد الكفوف الحاتمية